بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وصفة الرواية وأدائها. وصفة الرواية صفة وحلو سوريو وأدائها قاب كاللوجت، يعني نوعية حديثك نوعية معضى لها تعريفته إيه مسائلك لها وكسب حي هذا هو إيش الشارع النوعية كلا من أنواع الحديث. صفة الرواية وأدائها وحقوق الظاهر رواية بالمعنى حديث كما نقول إن كلا معنى حديث كما معناها ملغور إن كلا ومثلا ماشي لو مثلا هدو يلادو جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد ملورا مثلا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود ملورا كره وبنات الرواية بالمعنى. واختصار الحديث وحلو وجه الحديث كبيرة حديث كبيرة لصوغ عبيه حديث كما لصوغ عبين كراها، لكن لو هو الشروط بين لي هنا قفك معناها كورين اي قفك حديثك صوقا بين اي يعني وانه هي عالم عالم بالمعنى وبما يحيله. انا هو بدل لك روان قراني. قال: وآداب المحدث وطالب الحديث. اذا بت محدثك اذا بت طالب الحديثك حديثك آدابته اللغة باهية هي آدابته طالب الحديث كاللغة باهية أضيع حديثك طلبية هي محدثك إذبت إلي إذبت كتب على قطر أيضا أيوه الرئيسي يعني خلاص وين اللي على وين وحق لي هذا أي وين يعني علمي حديثك وهكذا أرضى بيون الشيخ احترامه خلاص. قال: ومعرفة غريبه. حديث كيس عرفته استعمال كيس يليهي ولا برتوي يا ولغتي لغديس لغة حديثك وتفسير معانيه معانيه سألنا فصل وسط انباط أحكامي أحكام تسأل الله صلي حديثك إلا شرح النوع. قال علماء الحديث إيه ده شرح حديثك إيه وش شرح الحديث بخاري بالله شرحي مسلم بالله شرحي سنن تعالى شرحي كلا دون غريب كاسي قال الله شرحي غريب كو حويه الرياضه الرياضه استعمال كود يلي هي يا حديثك صار قلت كويس ولا قراني معناها. قال: ومعرفة غريبه غريب كحديثك ولا برطية ولغته وتفصيل معانيه معانيه صلى فصله واستنباط أحكامه أحكامه صلى على الصبح. قال: وعزو حديثك لوطي إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، يعني وحويه إيه وعلى يلاهدو وعلم التخريج تخريج كوحا ويا حديثك لفظي سنتا الفاظ لفظي كليه مركب مثلا الوصيه الا بارو صحابي قوليي تابعين تابعي قوليي تابع التابعين كسي قوليي مثلا واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انت كليه مصنف كتابك مصنف كتابك قرأ هذا مركب بارس صحابي قالها وعمر تابعي كوريني
تابعي كوريني حوم كحديثك علي التخريج بل يا علم التخريج بل أدها علم الآن. قال وعزو لوتي للصحابة والتابعين وأتباعهم وين للتخريج. قال ويحتاج في ذلك وحكى له لو باهي إلى معرفة الأحكام الخمسة في أحكام الشنطة إن لبرت أحكام الشنطة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. الوجوب واجبك، واجبك وهو قفك كتغان العقاب يوكي سميا لغا عالمي ويثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهو واجبك قفك سميا لغا سينيو كي كتغان العقاب يواجب لي. والندب سنة، سنة نوحة وهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ووحى قفك سميا ناشر كيه لكي كتغان على العقاب. التحريم وحرمة حارنت، وما يعاقب فاعله ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. ووحى قفك سميا أنت لغاسين يكيك تغانا العقاب. تحريم ما يعاقب فاعله كفك سمية والله عقاب ويثاب تاركه تارك سنة والله الله أبالين يا قفك اللي درت سجدي سبين توكل. قال والكراهة كراهة وحوي ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هو قفك إلهي درت وقتك أجر لك السينيو قفك السميانة أن العقابين ما يعاقب ما يثاب تاركه. هو قفك كتك لا بالنيو قفك وحق السميانة أن العقابين سدا الشرب قائما استاقين وحلو عب مكروه استاقين وحلو عب. وفي مركة استاقوا حكو عباهي وحولي يمد شيء مكروه هذي مركة العقاب ما هي لكن ادو الى يدفت سجد ايو فريستو مركة حبي مركة صعو حبي وحوي ويثاب. قال والإباحة إباحة إباحة يجدو حوي قفكي سكتك يكي سمايا كيف كتغنى العقاب ما يكيس سميانا ثوابك وهي المليون سيدا حلي له دو إنو غفك حلي بستو إنو يحبو إنو سيحبو أما واحد حيالها مركا إن لبرتو يعني وحديث إلا لغا استنباضي أحكامتي حديث الشيغيس أحكامتي مركا حديث وإشكتو وشنط أما هو واجب أما هو ند أما هو تحريم وكلام وباح. قالوا متعلقاتها وحيالها كتعلقة ومن الخاص إرجع خاص كا هو ما دل وحي تسوي على معنى واحد بخاص خاص اللي قال هذا خاص اللي قال هذا وهل معنى وحي كتسا. والعام وهو ما وحي ويدل كتسا على شيء لا شيء ومن جهة واحدة على شيئين من جهة واحدة يعني لا شيء هل جهو حكاية تسوى عليه عام الكا واجب كي ندب كي تحريم كي كلا هذا يبقى هذا يا خاص كي عام كي مطلق كي مقيد كبا وحاول يوحى لغولك تا و انت انكفى فاسك بحي أصول الفقه. قال والمطلق مطلق وهو مطلق ما دل وحكاية تسوى على معنى واحد هل معنى ومع عدم تعيين فيه يظن معناها العيمين ولا شرد شردا الوحيد لهم معناها العيمين سيئين لبو إلى هذا أدون حريه مركب مطلق قال كي إسلام كي وحير مسوق لي دي لبو يا أدون مؤمن حريه حرين ومقيد حريه مقيد بحال وغيدي بالإيمان. قال والمقيد وهو ما دل وحي تسوي على معنى مع اشتراط آخر الشرط كلا يضل قدره وسيدا ما رتوح الويل أدون حوريه شرد كالا القسي مؤمن
مقيد بالية. المقيد هو ما دل وحده سوي على معنى مع اشتراط آخر شردك لا يوضو الله لغيه. قال والمفصل وهو كي وهو ما كي ويعرف لا قنصي المراد من لفظه لفظه يسوي لتشيت كالي ولم يفتقر أن بهنين في البيان عدينت إلى غيره. فصلك وحل إلى هذا المفصل واللفظ جيسا بان ودلتشيت كيس عيد كسا فهميس وما بهنا إلا سيعد دي وما بهنا مفصل بليل هذا كلام وهو ما عرف فهو مثل لقرتي المراد ولتشيت كم اللفظ لفظ جيسا لقرتي ولم يفتقر أن بهنا في البيان عدينت إلى غيره. المفسر كان لفسري وهو ما لا يفهم ومن كان لفهم من المراد منه فلتشتك اللي قال لي هو يفتقر روحه به إلى غيره غير كسوء وفسر وبعد علي إلى هذا مفسر بليا وايح. قال والتراجيح كلا يجحد بين الرواة من جهة كثرة العدد يعني الأمر هو هدي يعني رواد هذا حديث فسكو قطان وقال روح قدر عن قارن كلمة قال كلو كلا رجحي وحلو كلا رجحي من كثرة من جهة كثرة العدد ترى بضنان طول وصدح هذا رفعه من نقو وقفي صدح رأيه لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقو حيلي وقوف وكدق على الصحابي وحاسح نقنية مرفوع وأيوه كبدني. قال والتراجيح اللي رجح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء يواصلنا في الحفظ وحاجة حفظ كان يواصل لك ومن جهة العدد أيضا ترضى حق ذي اللي رجحه مع التباين فيه يوجد حتى كلا حفظ بدن وغير ذلك هكذا وحاو يقاب كلو كلا رجحه أحاديث رواد أسكو خلافان مرخا رواد بدني أيها لقيت الجاه يا أبويا وأيها خالتكو هل كبو قلنا وين شد بدن يا هدد كبدا صمال الوحي إلى هذا مقدر واحد كبا وعلا. قال ومعرفة ناسخي ناسخي صلى برتو ومسوخي مسوخ الحديث صلى برتو ومعرفة الصحابة الصحابة صلى برتو أتباعي أتباع أتباع الصحابة صلى برتو ومرة وقفك بيولي من الأكابر عن الأصاغر ومعرفة ناسخي ومنسوخ حديث كاكيس أو ناسخي يكالا ناسخي مثلا حديث تقصو على الرطي إن وحكا لي لهذا لنسخي وأقول لين حلال هاي ينهل بكتميرها تميرها لقالن تلي ومنسوخي إلا النسخي وأقول لين حرانا هاي ذو قبورها لبغضو وكذا ما إلا نسخي ولا بنيي ناسخي ومنسوخي سيلا برطو وأنواع يعني أدبرنا يسيد وعيض الله هذا كبر الصين هي كتب على جودة ألف تقولوا ومعرفة الصحابة الصحابة الله برتو وأن الله يعلم كتب على جودة قرية الصحابة علماء دواوين كقرية وترجمينية. قال وأتباع ما أتباع الصحابة الله برتو تابعين. قال ومقف في الهوى ولي من الأكابر عن الأصاغر ومن عيد الهوى ولي ومن الأكابر دكا ووين عن الأصاغر قوة أهان ويرأمة أما مرتبة هان وير رواية النبي صلى الله عليه وسلم نبي كول انتي عن تميم الداري نبي عليه الصلاة والسلام تميم الداري والشكي والشكي نبي عليه الصلاة والسلام صحابته والشكي الصديق أبو بكر باوح والشكي نبي عليه الصلاة والسلام شكو نبي صحابته والشكي وغيرهما نبي عليه الصلاة والسلام هو كبير تميم هو الصغير ويلقبه وحلوة لقب أيضا نقضه وحلوة يقنى رواية الفاضل فاضل كوري يعني المفضول كان فضل قبضان وكو كان فضل قبضان كوري ورواية الشيخ عن التلميذ شيخه عن ليس كوري كرواية الزهري زهري وكوري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم وعن مالك وأرد قاضي أبي علماء سودان كوري. قال ورواية النظير النظير كوري عن النظير لو اسكو ميدو كالوري وحلي هذا رواية الأقران مالي هذا الأقران كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث قال أيما أحق بنفسها من وليها بكورية القوام حي رواية الأقران مليلة النظير عن النظير
كالثوري وابي حنيفه عن مالك والنظير القضاء حديث الاي محق بنفسها من ولي. قالوا معرفه روايه الاباء بيشع ولي عن الابناء عكس قال لي غنى ويلك ابي وحكوري علي يعني. لكن ابا ويلك يسوي حكوري علي وعكس كروايه العباس عباس وكوري يعني منه ويلك الفضل وعكسه ويلك ابي كوري وجدد. وكذا روايه الام هو يضع كوري عن ولدها المهذا كوريس ويضع المهذا كوريس نوعية أصل المرقوة محي وأنواع الحديث. أنواع الحديث وهي نوع نوع والله برتا إيه كتابك لكن ما بالله هذا أم فكرة بكاسي سينيا إيه. إن المرعية ضاسي تغاند وحصول ما يسكوك دقم بريبر كذا لكتب يضع لقاها الله وللي وهذا من رواية الآباء عن الأبناء حال غوضة آبي ويلكي سكوريني يوي أباس ويلكي سكوريني سياوي أما هويو أو ويلكي ذكوري إيه ذكوري نساء ويلكي ذا أما كوالي ذا تعمر كوحالي إلى ذا ونعي ذا وي إن شاء الله تعالى ألقى عيوني شوية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.